بندر العلي كل ما زانت الجلسة أول شيء صباح الخير يا بندر. يا مرحبا، صبحك الله بالنور، أحب أمسي أو صب عليك بالخير أنت والأخوان اللي موجودين، يا مرحبا بكم. تراني ما تفاعل أنا بالعصا دي سبحان الله، لكن الله يزينها. بندر عنده مشكلة، وش هي؟ رجل يحضر على البث، ما يغيب، ما يخطي، ما يخالف، يصلي أول واحد في المسجد. طيب وين المشكلة؟ المشكلة بندر يرتكب خطأ يعني مثل المطب أو العراقيل اللي يجعلها أمام زملائه، هذا هو بندر. تعرف هذا وشو؟ إيه والله أعرفه. وشو هذا؟ هذا الكتاب، كتابي، الدفتر لك هذا؟ إيه هذا الدفتر لي. هذا الكتاب ولا دفتر؟ هذا دفتر لي خاص. هذا أكيد معروف، هذا أشهر منك لكثرة ظهوره. كيف؟ الدفتر هذا، الدفتر هذا يا شباب، يا شباب الدفتر هذا دفتر بندر الخاص، فيه مذكرات وفيه أشعار وفيه محاضرات وفيه حتى يعني قصص جاهلية وفيه دنيا. لا لا ما في قصص جاهلية لو سمحت، ما في قصص جاهلية. ايه في كل علم طيب وفي كل شيء يشمل بوجهي يا اخي. ما في قصص من العصر الجاهلي فيه؟ إذا أنت من عصر الجاهلية شوفها غنّبها. إيه من جاهلية يعني. إيش تسمى الجاهلية؟ إيش تسمى؟ أنا داري ذا العصا ذي. العصا ذي زينة. طيب أنت تدري من اللي جاب لي الدفتر ذا؟ أول شيء من كيف 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 جاكم الكتاب ذا؟ الإعداد، الإعداد جابوا لي. وما اللي سمح لهم الإعداد يأخذونه؟ هذا خاص فيه أنا. الجمهور، الجمهور يقول، الجمهور يقول الدفتر ذا مسبب لنا مشكلة، مخرب البث علينا. لا ما علم الجمهور، أول شيء فهذا الدفتر خاص فيه. أيوة. ولا اسمح احد انه ياخذه، ما سمحت لك يا ابو حزام لا انت ولا الاعداد ولا اللي وراكم تاخذونه، الدفتر هذا غالي عندي انا. طيب بسالك سؤال، بسالك سؤال. ايش الدفتر هذا؟ انا يمكن احتفظ به ترى على فكره. لا لا ولا بسمح لك لا تحتفظ به ولا شيء. طيب انا بعد بسالك، اللي اعطاك الشور هذا انك تجي البرنامج، برنامج رياليتي من 90 يوم 24 ساعه بث مباشر الا 4 ساعات يعني تقريبا الا 3 ساعات يعني 21 ساعة بث مباشر، اللي شار عليك بالشور هذا او عطاك الفكرة انك تحضر بدفتر في مذكرات وتقعد تدرس على الشباب، ها تدرس على الشباب كل يوم، بالله منو الاعلام اذا اللي عطاك الفكرة ذي منو؟ اول شيء، اول شيء الشباب انا ماني بدرس عليهم، الشباب جامعات ومدارس اتعلم منهم ردا على كلامك، هذا الشيء الاول. هذا الشيء الاول. الشيء الثاني يا طويل العمر، فالدفتر هذا هي فكرة الوالدة الله يطول عمرها، وإذا ذكرتها بوقف لها احترام وجلاء. هذه الوالدة الله يطول عمرها قالت خذ الدفتر معك وسجل كل علم طيب. رجع له بعدل الكادر، أنت واقف الآن؟ أقول إذا طلعت الوالدة أنا بوقف لها احترام وجلاء، هذه الدفتر هذا للوالدة. هو يقول الوالدة قالت الدفتر يبقى معك سجل فيه كل علم طيب. الصوت ما نسمع. طيب ادرس بس عشان الكادر. صوت صوت في مشكلة، أنت تعبت المخرج إذا وقفت الكادر ما أخذه. طيب إذن اللي فهمته الآن الدفتر هذا تسمعني؟ إيه ولا ما تسمعني؟ إلا أعد على اسمعني وفهمني. يلا إيه اسمعني وفهمني، اسمعني وفهمني. أبشر بس لا تشير لا تشير بالعصا. لا لا بنشير بالعصا. الدفتر ذا سهلة ترى. الدفتر ذا، الدفتر ذا جبه لي لأن هذا مثل هذا خاص فيه، وهذا اللي احتزم به لأنه غالي الدفتر وغالي اللي داخل فيه وغالي الراعي الفكرة، راعي الفكرة هي الوالدة الله يطول عمرها. سهل. طيب الدفتر هذا بتم مصادرته، اسمعني اسمعني بتم مصادرته لأن هذا يسبب لك يعني عراقيل أمامك. هذا لا لا ما يصادر ولا هذا مطب أمام الرياليتي، ما اسمح لك سيصادر الدفتر ذا. اسمع 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 وش اللي يسمع ما اسمع الان الدفتر هذا بيصادر. عيش الرياليتي يا بندر، والله ما يتصادر. عيش حياتك، والله ما يتصادر. عيش حياتك، والله ما يتصادر. اسمع الكلام يا ابو حزام، يا ابو حزام صل على النبي، لا تخليني اشقه، لا تشقه. اي طيب خلاص لا تشقه خلاص، والله انا يجي علم ما يرضيك، والله الذي لا اله الا هو يجيك علم ما يرضيك. مصادر الدفتر ما عندك مشاكل، الدفتر لا يتصادر ولا بينشق دام الراس حي، لا يتصادر ولا ينشق. هذا لصالحك ما ابغى تصالح ولا طلب، ما طلب صالحك ولا مصالح. ما ابغاك تشق يا ابغاك، ما طلب تشقه بندر، تشق الدفتر والله لا تشقه بندر، والله لا ينشق. اللي يجي علم ما يطيب عطني الدفتر، عطني
يا بندر ارفع علومك يا سالم بن حزام يا بندر، هذا الدفتر غالي علي، والراعي الفكرة الله يطول عمره ويخليها غالية علي، والقصايد والقصص واللي تقول انها من عصر الجاهلية هذه انا احتفظها وسامن على صدري من شعار ومن منشدين ومن قصص ومن علوم اللي والغيري، وان شاء الله انا بحولها لأكثر. خلصت يا بندر؟ خلصت بندر ريلاكس، خلصت. هد 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 شهيق زفير، خذ لك شهيق وزفير انت ولا اصلي والله العظيم يشق والله والله لا شوف ترى بحد بندر بندر عطني بندر عطني بندر يا بندر ما يتكلم يا بندر. ايوه شف سم ارحب يلا حي، انت تعرف اني من اشد المعجبين فيك في البرنامج، الله يطول عمرك وتاج على راسي وسام على صدري، وانت قاعد تقدم وش يقدم؟ حرصا حرصا عليك ابتعد عن مثل هالكتب، ما فيها منكر ولا فيها شيء يعيبك، ولكن زي ما قال ابو حزام قد يسبب لك يعني امور تعرقلك عن الشيء اللي انت جاي تقدمه، هذا واحد. الامر الثاني، الوالدة غالية عليك وغالية علينا كلنا، حتى على ابو حزام اللي زادلك، يعني صراحة ابى اقول لك شيء، ترى ممكن الكتاب انه يتصادر وممكن انه ينشق لولا ان ذكرت هذا الاسم الغالي نعم عليك نعم وعلينا صح اللي هو الوالد. الله يطول عمره ويطول عمرك ويكثر خيرك، واشكرك يا بريك على الكلام الطيب، لانه ما يجي من الطيب الا طيب. اما سالم بالحزام، اما سالم بالحزام والله انا نمشي على خطاك والله المصلحه، لا لا ما نبغى والله مصلحتك صدقني والله المصلحه، انا من تاركيني وحاط فيهم جاي الاعداد الا المخرج فيك شيء فيك شيء يا ابوي يا ابوي انت فيك شيء ياسر ياسر اسمع انا اللي اتكلم من الحين، وش ودي الكاميرا عند ابو انا ادري سالم بن حزام زل علي رفع علي في شيء مثل عيني، الدفتر هذا صلى على النبي، الدفتر هذا حتى الشباب كلهم والله انا ما اعطيهم انه يرافقني مثل الدفتر هذا، انا احب مبين لك قد يكون انك تجهل هالمعلومه بندر، انت قاعد تمشي كويس لا يعرق لك الدفتر هذا، لا أنا أنا متأكد أنه بيكون عقبة في طريقك، صح أنت منطلق نحو النجومية نحو الرلة العالي، خليك منطلق زي ما أنت، والدفتر محفوظ وصادر غالية عندنا كلنا، هذا ما أردت إيصال لك والحمد لله رب طيب العالمين. طيب ما أعلق على كلامك يا بريك، صل عندك علق علق يا بريك، أول شيء بيض الله وجهك على الكلام الطيب هذا طيب ما يجي من كله طيب، الدفتر هذا مثل ما قلت لك أول شيء، فالوالدة أشارت علي والله يطول عمره، وأنا أعز الوالدة وأغليها، وأي شيء تقولها الوالدة أنا أنفذها سمعا وأمرا وطاعة احتراما وجلالا لها، وهي اللي مربيتني الله يطول عمره ويرحم من فقدناه. الوالدة قالت هذا الدفتر إذا رحت المسابقة سجل فيه كل بس هذا قيد 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 يا أخي، أنت مقيد نفسك، لا تقيد لا تقيد شوف ايش تسوي عزيز بالدفتر، لا 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 شوف 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 نزل نزل الدفتر يا صباح الخير يا ما أدري شو اسمك أنت ذا، نزل ما تدري شو اسمي من جهلك، إيه إيه لا لا نزل الدفتر والله نيجي علم ما يبشر، نزل الدفتر دفتر إيه نزل الدفتر ما أنت بكبر هذا دفترك صح؟ يلا الله مبسوط فيه؟ مبسوط وبتعرف كيف تبسط وش تشوي انت يا عزيز؟ ها؟ نزل الشرد يا اخوي الدفتر لا لا عزيز ما نزل الدفتر شوف يا بندر بندر اول شيء لك الاحترام والتقدير ولامك الاحترام والتقدير والده غالية انا اكمل كلامي يا اخوي لا انشقه والله والله فاني يجي علمك خلاص ما بتشبه والله ما